بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا في طرق التصنيف Classification Method، راح ناخذ في هاي المحاضرة طريقتين، هي ال K-Nert Library و ال Support Vector Machine. طبعا ال K-Nert Library هي واحدة من طرق ال Instance Based Learning، واحدة من طرق ال Instance Based Learning أو يسموها Memory Based Learning، ليش؟ لأن تحتاج ذاكرة عالية وتحتاج حسابات معينة تبقى بالذاكرة، فلذلك سموها Memory Based Learning. ال K-Nert Library ببساطة هذه النقطة اللي هي بلاس اللي بالأسود، أريد أعرف إلى أي صنف تنتمي، فهسوي راح أشوف بعدها عن أقرب النقاط إلها وأختار أقرب كي من النقاط وأقول هاي تنتمي إلى هذا الصنف. يعني أول مرة أقيس الدستانس، بالعودة إلى موضوع الدستانس اللي أخذناه بأول محاضرة، هنا أنا أقيس الدستانس بين هاي النقطة وبين النقاط اللي حولها وأختار أقرب كي من النقاط وأقول هاي تنتمي إلى هذا الصنف اللي هو كي، أقرب كي من النقاط. الكي قد تكون 3 4 5 2 6، كيفنا مثلا 3 نقاط، أقرب 3 نقاط إلها أقول هاي تنتمي إلهم إلى هذا الصنف. هذه ببساطة طريقة K-Nert Library. هذه خوارزميتها، لكل تيست سامبل أحسب الدستانس بين الزيت اللي أريد أعرفه وبين هاي النقاط وأختار سبجت منها اللي هو كيس سبجت وأقول يا به هذه تنتمي إلى هاي النقطة، هذا الكلاس اللي بيه هاي أقرب 3 كي، يعني إذا كانت الكي يساوي 3 أقرب 3 نقاط هي اللي تحقق لي المطلوب. مثال عندي هاي بيانات 4 سامبل وهذه الكلاسيفيكيشن، بعد جود وهنا 7 7 7 4 3 7 1 4. هنا لو أريد تعرف 3 7 النقطة 3 7 إلى وين تنتم بعد لو جود 3 7، طبعا هاي 3 7 هقيس بينها وبين هاي الـ4 نقاط بالشانس. هنا طبعا نختار إلى كي 3 يعني أقرب 3 نقاط. هنا أنا 3 7 أقيت الأوكليديان ديستانس بينها وبين النقاط 4، هنا طبقت الأوكليديان طلعت لي هاي الأبعاد. أقرب ثلاثة هي هاي اللي هي هاي الأبعاد، يعني الفروقات هاي أقرب شيء وهاي الوراها القريبة وهاي القريبة الثالثة وهاي الرابعة بعيدة شوية، إذن هاي استبعدها، ليش؟ لأن بعيدة طلعت الديستانس 25، بينما هنا الديستانس 9 وهنا الديستانس 13 وهنا 16، إذن هاي استبعدتها. بعد إذن عندي تنتمي إلى 2 جود ووحدة بعد، لأن هاي استبعدتها، أقرب شيء منه هو الجود وحدة بعد، إذا أقدر أقول هاي هي جود. هنا الديستانس ماتريسيز، إحنا قلنا عندنا أوكليديان، عندنا مانهاتن، عندنا مينكوفسكي ديستانس، هي جسمه اللي طبقناه احنا اوكليديان بدون الجذر اعتقد، والمنهاتن هو جذر الواحد
والمنوسكي هو القانون العام مال الأبعاد. هذه طريقة الكي ان ان او الكي نيرس نايبرز. نأتي إلى موضوع المصنف الآخر اللي هو Support Vector Machine. طبعا Support Vector Machine واحد من أهم أنواع طرق التصنيف بالـ Machine Learning واللي هو من أنواع Supervised. أول ما طلعت هاي الطريقة تعتمد على Two Class، يعني تصنف بين تو كلاس باعتبار باينري كلاسيفاير. هذه الطريقة مهمتها ايجاد ما يسمى بالهايبر بلان اللي هو الخط المستوي اللي يفصل بين تو كلاس مع هامش بسيط لكل كلاس. طبعا تعمل انه انا عندي لازم تريننج داتا اشتغل عليها. هاي تريننج داتا احاول ان القي الهايبر بلان او المستوي اللي يفصل بياناتها مع هامش احنا نسميه هذا المارجن. كل ما يكون اكبر كل ما يكون افضل، لذلك يعني من الافضل ان اجد ماكسيمال مارجن. لاحظوا هذا الرسم، عندي تو كلاس، اللون الازرق هو كلاس واللون الاخضر كلاس. بيانات كلاس باللون الاخضر وبيانات الكلاس الاخر باللون الازرق. انا اقدر القي هذا المستوي اللي هو باللون الاحمر هو المستوى اللي يفصل بين الكلاس الاخضر والازرق مع هامش. شوفوا هذا الخط المتقطع اللي هنا وخط المتقطع اللي هنا، هذا الفراغ بيناتهم هو هذا المارجن. كل ما يكون اوسع كل ما يكون تصنيف ادق. طبعا احيانا من الصعوبة ان اجد هذا المقسمة. المعادلة هي WX ناقصا B يساوي 0، هذا معادلة الخط المستقيم او الهايبر بلان خلينا نقول. والكلاس الاول 1 والكلاس الثاني ناقص 1، نفس المعادلة بس 1 ناقص 1. هذا تمثيل اخر لنفس المشكلة. الهايبر بلان هو خط مستقيم او مستوى يفصل بين تو كلاس. لين يفصل بين تو كلاس وراح يسموه باينري كلاسيفاير، لانه يفصل بين تو كلاس يسموه باينري كلاسيفاير. طبعا عندي نوعين من السبورت فيكتور ماشين، عندي لينير ونون لينير. احنا قلنا الغاية هي ايجاد معادلة او معادلة الهايبر بلان او المستوى اللي هي WX ناقص B يساوي 0 او ناقص 1 او 1 حسب موقعها. الصفر طبعا هي اللي تفصل بين التو كلاس. بالتالي هدفنا هو ايجاد الماكسيمم مارجن على مود هو اللي يفصل ويعطي فترة السماحية او الفصل للهايبر بلان بين تو كلاس. خلنا ناخذ مثال ونشوف. ناخذ هذا المثال مثلا، عند كلاس الاول وهاي نقاطه باللون الاسود والنقاط اللون الاحمر هي الكلاس الثاني. هاي المساحة الصفراء هي الهايبر بلان اللي انا ادور عليها. اجد حدود النقاط يعني اقرب نقاط الطخوية او تمس الهايبر بلان. هاي نقطتين وهاي نقطة من الكلاس الى اخر.
النقاط هي 2-1 واثنين ناقص واحد وأربعة صفر. هذاني كلاس وهذا وعد بكلاس واحد. أضيف لها البياس، البياس هي نقطة قيمتها واحد لكل نقطة من النقاط الثلاثة اللي اختاريناها اللي هي تمثل هايبر بلان. أضيف بياس قيمته واحد وأحاول أحل الثلاث معادلات لأن هي ثلاث نقاط، يعني الـ A1 الأولى في الأولى والثانية في الأولى والثالثة في الأولى، A2 A3 مثل ما تشوفون تساوي ناقص واحد. نفس الشيء النقطة الثانية أضربها بواحد باثنين بثلاثة ولازم تطلع ناقص واحد للنقطة الثانية، أيضا نفس كلاس النقطة الأولى. النقطة الثالثة لا هي الكلاس ماله يختلف يعني واحد. هاي هي معادلات خطية تحل بطريقة حل المعادلات الخطية. أنا أقدر أطلع قيم الـ A1 والـ A2 والـ A3 اللي تنطبق مع المعادلات الثلاث. راح ألقى إنه 6 A1 يعني بعد أنا أسوي تبسيط للمعادلات، 4 A2 زائدا 9 A3 بالتعويض طبعا بالنقاط راح تطلع عندي 3 معادلات من عوضت. الثلاث معادلات هاي مثل ما قلنا تنحل خطيا. راح ألقى إنه الـ A1 يساوي الـ A2 يساوي ناقص 3.25 والـ A3 يساوي 3.5. هاي تستخدم حلول المعادلات الخطية. بالتالي أنا قدرت ألقى المستوي اللي يربطهم هذا من عوض هذا من، وبالتالي الويتات اللي او الاوزان اللي انا اريدها لقيتها هي 1.3. هذه بالنسبة للخطية. اللا خطية عندما تكون البيانات مرتبة بهذا الشكل انه ما ممكن هايبر بلان يفصلها، لذلك لازم ألجأ إلى النون لينير. النون لينير عاد لازم أستخدم نوع من أنواع الكيرنل اللي يحل إياها. يعني شوفوا هذا المثال، هسه متداخلة ومنتشرة، واحدة داخل اللوق وواحدة تحاوط اللوق. فهذا الكيرنال X1 وX2 يعني معادلة ومعادلة الثانية، هذا نوع من أنواع الكيرنال. طبعا عندي هواية أنواع من الكيرنال. النقاط اللي هي بالأزرق والنقاط اللي بالأحمر طبعا لازم اسوي ترانسفورميشن اول مرة للمابينج، يعني هاي النقاط اللي بالازرق انقلها الى حيز اخر كما يسمى. ما معناه نقلتها من هذا الحيز الى هذا الحيز. ثم احلها كلينير سبورت بقدر. بالحالة احلها لينير سبورت. نقطتين هنا واحلها كلينير. نقطتين واحلها لينير. هذه
لينير سبورت نقدر بنفس الاسلوب من لقية القيم ارجع واعوض بالمعادلة اللي اريدها اللي هي دبليو اكس زائدا بي. مثل ما تشوفون هذا مثال كامل محلول، ارجو انه تتابعوا بدقة. الكيرنل طبعا يلعب دور مهم في طريقة ايجاد قيم الويت للمعادلات اللي تفصل بين الكلاسز. هذه انواع متعددة من الكيرنل، راح تختلف الدالة اللي توجد معادلة الكيرنل، وبالتالي تختلف القيم اللي يتم استخراجها بواسطة السبورت فيكتور ماشين.